ليش استمر العجز بالميزان التجاري بلبنان وشو الحل؟ السبب الأساسي هو الكسل. الحكومات اللبنانية بنيت اقتصاد كسول بيرتكز بشكل أساسي على الخدمات، مثل الخدمات المصرفية والمالية والسياحة، وبالمقابل أهملت بناء اقتصاد منتج وقائم على دعم الصناعة والزراعة. تخيلوا إنه لبنان بيستورد أكثر من 80% من حاجاته الغذائية. صحيح هناك ضرورة لاستيراد بعض الحاجات الغذائية مثل القمح والذرة، لكن ليش لبنان مثلاً بال2019 استورد بقيمة 92 مليون دولار حليب وصدر بأقل من مليون دولار، مع العلم إنه لبنان بيملك مصانع ومزارع قادرة تحقق اكتفاء ذاتي للسوق المحلي وللتصدير. نفس القصة بتنطبق على منتجات البسكوي والخبز، فبال2019 استورد لبنان من هالمنتوجات بقيمة 101 مليون دولار وصدر فقط بقيمة 12 مليون دولار، مع أنه الأفران والمصانع كتيرة وعندها إمكانات عالية للإنتاج من حيث الكمية ومن حيث الجودة. لبنان قادر يوفر مليارات الدولارات حتى تبقى باقتصاده وما تخرج لبرا، من خلال تشجيع ودعم صناعاته الغذائية وغير الغذائية للاستهلاك المحلي وللتصدير أيضاً. ولازم نعرف إنه الخضار والفواكه والمكسرات والحلويات والزيوت والدهون النباتية، بالإضافة للمشروبات الكحولية والمياه والنبيذ اللبناني والخبز وغيرها من المنتجات اللبنانية، صارت موجودة بعدد كبير من دول العالم وبتشكل 23% من مجمل الصادرات اللبنانية. ولازم نعرف كمان إنه لدى لبنان قدرات مهمة لتطوير وتشجيع الصناعات الورقية والكيمائية والبلاستيكية ومواد التنظيف وصناعة المجوهرات والألبسة والأدوية وغيرها، من دون ما ننسى القدرات الكبيرة بصناعة التكنولوجيا والمعلوماتية. لكن بغياب التخطيط والعمل الجدي لتنمية الإنتاج، بقي لبنان عم يستورد أكثر وأكثر، وبقية الدولارات عم تخرج من لبنان أكثر وأكثر. بالمقابل كيف كان عم يدخل دولار للبنان وكيف كان قادر يكمل استيراد؟ مساهمة المغتربين كانت أساسية لضخ الدولار بلبنان من خلال التحويلات المالية وزيادة ودائعهم بالمصارف وشراء العقارات. تحويلات المغتربين ارتفعت من 3 مليار دولار بال2002 ل 8 مليار دولار بال2010 وبقيت مستمرة لل2018. أبواب تانية كان عم يدخل من الدولار للبنان، مثل الاستثمارات الأجنبية بالشركات والفنادق والمولات، بالإضافة طبعاً للسواح خصوصاً العرب والخليجيين. ووصلت المداخيل السياحية ل 10 مليار دولار بال2010. أعياد وصيف وسهر ومهرجانات وفنانين عالميين كانت عم تستقطب للبنان مغتربين وسياح، ومبالغ كبيرة من العملة الصعبة كانت عم تدخل على لبنان من هالباب السهل. أبواب إضافية كانت عم تدخل أيضاً مليارات الدولارات للبنان، باب الاستدانة من الخارج من خلال اليوروبوندز أو المؤتمرات، مثل باريس 1 بال2001 وباريس 2 بال2002 وباريس 3 بال2007. من مؤتمرات باريس دخل للبنان حوالي 7.6 مليار دولار كقروض ومساعدات مقابل وعود لبنانية بالإصلاح. تبخروا مليارات باريس وتبخرت معها وعود الحكومات اللبنانية بالإصلاح، ونجح لبنان بهدر المليارات وتضييع الفرص. This town deserves a better class of criminals.